الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إيفت البياضي. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضاً في عين نفسها. أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. الحقيقة البرنامج ده اتسجل في هونغ كونغ، أنا دلوقتي مش في هونغ كونغ بس بقول لكم إيه اللي حصل لما كنت في هونغ كونغ. الحقيقة البلد دي مليانة بقديسين متشفعين، ولما جيت استغربت جداً على ربنا بيعمله. لقيت إن الله بيكلم شعوب إحنا ما نعرفهاش عننا، وبيخليهم يصلوا من أجلنا، وبيقومهم بالليل عشان يصلوا لأسماء معينة وأماكن محددة، ويقوموا يكتبوها باللغة بتاعتهم، وهم مش عارفين هيشوفوا حد من مصر ولا لأ، هيتقابلوا مع حد من مصر ولا لأ. كل اللي بيعملوه إن هم بس بيطيعوا صوت الرب، صلي للمنطقة الفلانية، صلي للاسم الفلاني، صلي للأزمة الفلانية، ويلاقي نفسهم بيتكلموا بألسنة وبيصلوا بألسنة، لأنهم مش عارفين إيه الوضع ومش عارفين إيه اللي بيحصل في المكان ده. كل اللي ربنا بيعمله إنه بيديهم كده إعلان في منطقة اسمها كذا، المنطقة دي محتاجة لصلاة، ويكتبوا التاريخ ويكتبوا اسم المنطقة زي ما هم سمعوها من الرب. بعد سنين وشهور يتقابلوا معايا ويبتدوا يحكولي على إيه اللي ربنا كان بيقوله لهم في مصر ومناطق في مصر. من ضمن الأماكن كانت منطقة الوراق، من ضمن مكان تاني كنيسة القديسين. كل ده كانوا يعني ما يعرفوش الأماكن دي، ما يعرفوش حاجة. ساعات كانوا بيلاقوا حاجات على الأخبار فيبتدوا يربطوا، ده المنطقة اللي احنا كنا بنصلي لها، ده احنا كنا بنصلي لكنيسة القديسين في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني. الله بيجهز وبيقوم جيش، الجيش ده بيقف أمام الله وبيقف للحرب ضد الشيطان وكل اللي إبليس عايز يعمله. ممكن نقول طب ما هو حصلت بلاوي في المناطق دي، إبليس كان قصده أن يعمل حاجات أبشع، لكن بفضل الصلاة بيخف عمل إبليس وبيقف عند حده، لأن الله وضع للبحر حدا. الصلاة الشفعية ما فيش حد يقدر يستغنى عنها، عشان كده في برنامج المرأة الفاضلة فعلا الصلاة ركن كبير جدا في البرنامج ده. بنصلي البعض، بنصلي الأماكن، بنروح كل حتة في العالم. ربنا بقوله وريني مين المتشفعين في المناطق دي، مين الناس اللي تقدر تشيل بلدنا، مين الناس اللي تقدر تشيل شعوبنا، مين الناس اللي تقدر تشيل البرنامج وحمل البرنامج وتجهيز البرنامج والاحتياجات المادية للبرنامج. الناس دي تقدر تشيل وتقدر إنها ترفع طلباتنا أمام الله. الناس اللي بتبعت لنا طلبات الصلاة بتروح فين؟ طلبات الصلاة دي بتروح عند المتشفعين في جميع أنحاء العالم. لما رحت هناك في هونغ كونغ كنت موجودة في مكان اسمه سان رايز براير تاور، ده فيه 24 ساعة ناس بيروحوا على ساعات مختلفة من اليوم ويصلوا، يرفعوا شعوب، يرفعوا أمم، كانوا رافعين مصر وكانوا رافعين سوريا وبيرفعوا السودان، وأسماء أسماء يدوني أشوف لستة بأسماء بلاد وأسماء ناس الله بيحطها على قلبهم علشان يتشفعوا ليهم. عشان كده عايزة أقول لكم اوعوا تستهينوا لما حد يقول إن في مجموعات في العالم بتصلي، اعرفوا إن دي ليها قوة غير عادية. الناس دي بتعرف تقف في الجاب، يعني بتعرف تقف مكان الناس التعبانة، مكان الناس المتوجعة، مكان الشعوب المتألمة، مكان الشعوب اللي بتقابل اضطهادات. وده معنى الصلاة التشفعية، إننا نقف مكان الناس اللي مش قادرة تقف، التعبان والمريض واللي مش قادر حتى يطلب ربنا، الله يقوم له ناس تطلبه من أجلهم. الصلاة الشفعية ليه أهمية كبيرة جدا جدا جدا. ابتدي شوف في نفسك، ممكن تكون أنت ربنا بيوريك شكل حد، اسم حد، بيحط في قلبك إحساس بشخص متألم، ابتدي ارفعه في الصلاة، ابتدي صلي له. ممكن تكون ما تعرفش قصته
وهنا بتيجي دور الألسنة، إننا نتكلم بالألسنة علشان الناس دي نتكلم بلسانها باللغة اللي يفهمها الروح القدس. لغة الروح القدس بيفهم كل شيء، لكن بنتكلم بلغة الروح القدس عن أمور إحنا مش فاهمينها، لكن السماء بتفهمها لما بنتكلم فيها بألسنة. إيه رأيكم؟ هنطلع فاصل دلوقتي وهنشوف بعد كده اللقاء مع جيسي في هونغ كونغ. ربنا دعانا أننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية. بدعوكم أنكم تكونوا جزء من هذا الجيش اللي يغير العالم. رسلونا على pray@infodela.org. كمان تقدروا تبعتوا لنا طلبات الصلاة على نفس الإيميل pray@infodela.org. احنا موجودين هنا في السان رايز براير تاور اللي في هونغ كونغ، مبنى مخصص لخدمة الصلاة، في متشفعين بيجوا وبيصلوا 24 ساعة في اليوم. قابلت واحدة منهم وقصتها أثرت فيا جدا، وفعلا حسيت ان العالم كله ممكن يتغير بسبب الصلاة. هقدمكم ليها وهنشوف مع بعض حكايتها وازاي الرب بيستخدمها في كل العالم في خدمة صلاة بتغير العالم من وهي في مكانها في هونغ كونغ. أحب أقدم لكم جيسي. هاي جيسي. هاي. How are you? Fine, thank you. I'm so happy to be with you today. Yeah, me too. Happy. I know that you do have a very special beginning of this ministry. You were sick before. Yes. And from sickness, God took you to this great ministry. أنا بقول لها إن أحب أتكلم معها عن بدايتها في الخدمة دي، والبداية بتاعتها ابتدت بمرض كان عندها. هتحكي لنا إيه المرض ده، وهنشوف مع بعض إزاي الرب قادها من مرض لخدمة عظيمة. Tell me, what did you have before? What happened to you? Oh, about 10 years ago, then I was sick. And then I find that my muscles become very weak, sometimes cannot breathe properly, and then my hands and necks cannot function quite well. من 10 سنين فاتت لقت نفسها ان هي مش قادره تتحرك كويس، وفي في عضلاتها مش بتقدر انها تقوم بالوظيفه اللي المفروض انها بتقوم بيها العضله، فلقت نفسها ضعيفه جدا ومش قادره انها تتحرك من السرير. And then what happened? I tried to see different doctors but they cannot diagnose what's it. حاولت تروح لدكاتره علشان يشوفوا عندها ايه، مفيش ولا حد قدر يحدد ايه بالظبط المرض اللي عندها. And then what happened? So one day I felt quite sick and slept on bed and I cannot go to work at that time. وفي يوم من الأيام لقيت نفسها تعبانة جدا ومش قادرة تروح الشغل ومش قادرة تتحرك من السرير. So on that day I lie on bed and I tried to talk to God. وهي راقدة على السرير حاولت إنها تكلم الرب وابتدت فعلا تتكلم معاه. I said even I was so weak but I can still serve him. قالت له بالرغم من أنا نايمة على السرير وضعيفة جدا مش قادرة أتحرك، لكن أنا هقدر إن أنا أخدمك. I lie on bed but I can pray to God, to God's kingdom and pray for his ministry. وهي نايمة على السرير قالت أنا هبتدي أصلي لملكوت الله وهبتدي أصلي للخدمات الموجودة. Even I sometimes feel too weak to speak, but
I can still pray in heart. قالت كنت حتى مش قادرة أتكلم وصوتي مش طالع، لكن ابتديت إن أنا أصلي جوايا في قلبي. واو. Yeah. So after that pray, 2 weeks later, I was in a church meeting. بعد الأسبوعين دول راحت الكنيسة، بقت أحسن شوية فقدرت تروح الكنيسة. Then at the end of the meeting, a pastor tried to ask anyone who would like to serve God as an intercessor for their life. وقال في القسيس وهو في الخدمة، قال يا ترى في أي حد هنا هو شعر في قلبه إن الرب عايز يستخدمه في خدمة الصلاة وفي التشفع؟ So I stand out and I stand up and then go out. ولقيت نفسها بتقف وطلعت قدام. At that time only I remember 5 to 6 brothers and sisters out of the 200 congregation. كان تقريبا الاجتماع ده فيه 200 واحد، واللي قاموا 4 to 6 اشخاص وهي واحده منهم. Yeah. So I thought that it was a confirmation from God. وهي حست ان ده تاكيد من ربنا للامر اللي اخذته في قلبها وقررت انها تعمله. Wow, this is a real story to glorify the Lord. Yeah. Although you were very sick, you were very, very tired, you cannot even move or even you cannot talk. Yeah. But later on, God healed me step by step. لكن انا بقول لها ان دي فعلا خطوه شجاعه جدا منك، انك وانت حتى مش قادره تنطقي ولا تتكلمي لاقي نفسك انك عايزه تخدمي ربنا. فهي قالت لي شويه شويه الرب ابتدى يشفيني بالتدريج. So 3 years ago I fasted 40 days and pray. من 3 سنين فاتت صامت وصلت لمدة 40 يوم، كانت في صوم. And then I was diagnosed what it is. وعرفت إيه المرض اللي عندها، عرفوا يشخصوه. And then the doctor knew how to deal with this sickness. والدكاترة ابتدوا يعرفوا إزاي يعالجوا المرض ده هو. But now I no need to take any pills. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ودلوقتي بعد 3 سنين مش محتاجة تاخد أي أدوية ولا أي علاج مرة تاني. Wow. Wow. So how did you get healed? Oh, God released me in some of the meetings. الرب شفاها في أثناء الاجتماعات. And then miracles happen. Once I remember the doctor talked to me that I have a thymus. The size is like my hand in my lung. في وقت من الأوقات اتشخصت إن هي عندها ورم في الرئتين بتاعتها، فتقريبا في حجم إيديها. The doctor said, it's going to be a surgery. والدكاترة قالت لازم عملية. So I pray that after 2 years later, وابتدت تصلي وبعد سنتين it disappears. اختفى الورم اللي في اللونجز بتاعتها او في الرئتين بتاعها، اختفى. The doctor also feel surprised. والدكاتره استغربوا. Thanks God. Thanks God. Yeah. Thanks God. Yeah. You were taking medication during this time or you were not taking medication during this time? Now? No, before. Before, of course. I have to take pills or saw different kinds of doctors to try to help me to be stronger. كانت بتروح لدكاترة وكان بتاخد العلاج. So we cannot say that the doctors are from the devil and we have to wait on God to heal us. Sorry, I don't understand. It's so funny. يعني شوفوا جسد المسيح، هي صينية وأنا مصرية وبتكلم عربي وبنحاول إن إحنا نشوف الله بيعمل إيه في وسطينا. دي جميلة. It's so beautiful. I just know that He heals. He heals. God heals. Yes. Amen. Amen. Okay. Tell me some of the experiences that you have because of your intercession. Yeah. انا بقول لها قولي لي على بعض الاختبارات اللي انت دخلتي فيها كنتيجه للتشفع والصلاه بتاعتك من اجل ناس وشعوب. Mm-hmm.
I remember some interesting thing happens during I pray in the temple. وهي كانت بتصلي هي مسميين الكنيسة هنا التمبل في وقت الصلاة اللي كانت بتصلي هنا هون. Once I heard women's crying and children's crying. وهي قاعدة بتصلي في المكان هنا ابتدت تسمع صوت بكا وصراخ بتاع أطفال وصراخ بتاع أمهات. So I tried to check see whether there is anybody there. وحاولت انها تشوف اذا كان في اي حد موجود مين اللي بيصرخ ده. But there was nobody. لكن ما لقيتش ولا حد. So I go back and then try to pray again. وبعدين راحت تاني مكان في نفس الوقت اللي بتصلي فيه راحت وركعت وقالت له ايه يا رب الصراخ ده هو. And then my eyes suddenly attracted by a newspaper article. وهي قاعدة بتصلي فتحت عينيها وشافت مقالة مكتوبة في جورنال. Because there were many articles updates in the war of the prayer tower. وعشان في المكان اللي بيصلوا فيه بيحطوا مقالات مكتوبة في الجرايد علشان الناس تصلي من أجلها. And then that article told us that there were many children was dying because of water pollution in China. وفي المقالة دي كانوا كاتبين على إن في أطفال كتير بتموت لأن المية ملوثة في الصين. And the picture also shows some mother was crying with her child dying. وكان في الأرتكل دي برضو أو في المقالة دي بيتكلموا على الأمهات اللي بتبكي وبتصرخ من أجل موت أطفالها. So I also cry and then pray for them. وابتدت إن هي تعرف هي بتصلي لإيه وابتدت بدموع وبأحشاء رحمة وشفقة ابتدت إنها تصلي بدموع وبقلب للرب متحدة معاهم في ألمهم. واو. Yeah, pray for China's policy to protect the environment. وابتدت انها تصلي للقوانين اللي موجوده في الصين على الخاصه بالتلوث والبيئه. Because the rivers around there was polluted by some factories. لان الانهار كانت ملوثه بسبب ان المصانع بترمي المخلفات بتاعتها في قلب الانهار دي. Wow. Yeah. And how and then, it changed? China is changing. وفعلا دلوقتي الصين بتتغير وبتاخد قوانين في صالح الانفايرمنت او في صالح البيئه. Praise you Jesus. Praise you Jesus. Yes. So when we pray, even the law changes. When we pray, yes. When you pray. Sure. فلما بنصلي بنغير القوانين. في قوة لتغيير القوانين لما شعب الرب بيصلي. وادي مثل قدامنا. القوانين اتغيرت في الصين لما شعب الرب والمتشفعين والمصليين ابتدوا انهم يصلوا. And then there was another interesting things happened. حاجة تانية برضو حصلت معها اختبار نتيجة الصلاة. When I was praying with the other brothers and sisters. كانت بتصلي مع اخواتها في مركز الصلاة ده. They pray for Thailand. وكانوا بيصلوا لتايلاند. But I suddenly think of the prostitutions there and then tried prostitutes. ومرة واحدة هم بيصلوا للبلد دي تايلاند ابتدى رب يحط على قلبها فكرة إن هناك في بيستخدموا الأطفال في الدعارة وفي الجنس. But at that time, I cry a lot, but I don't know why. وفي الوقت ده كانت بتبكي بكى مر وكانت بتتمقد بالأمر ده هو قدام الرب لكن هي مش عارفة هي بتتمقد لإيه. But one week later, وبعديها بأسبوع, there was a church meeting. كان في اجتماع في الكنيسة. And then an organizations talking about Asian or world human trafficking. وكان في organization في البلد دي موجودة وبتتكلم على موضوع الدعارة في وسط الأطفال واستخدام الأطفال في الجنس.
and it was quite a very serious problem. ودي مشكلة كبيرة جدا في تايلاند. So I just tried to say, when you pray in prayer tower, then your gifts will be lived. Oh, amen. فهي بتقول لما بيصلوا مع بعض هنا في البراير تاور أو في برج الصلاة هنا في هونغ كونغ، الرب بيحط على قلوبهم أمور معينة هم ما بيبقوش عارفينها ولا فاهمينها، لكن يبتدوا يصلوا عشانها والرب بيغير الأمور. Amen. Amen. Praise the Lord. I have a last question for you. عندي سؤال ليها عايز أسأله لها. We all as Christians are called to pray. كلنا كمسيحيين مدعوين إننا نصلي. So what is the difference between a regular Christian who's praying and an intercessor? فإيه الفرق بين إحنا كمسيحيين اللي كلنا بنصلي الصلاة العادية والصلاة التشفعية؟ When I pray at home or anywhere, then I just saw anything I need to pray, then I pray. في الشخص الطبيعي ساعات بيحس إنه هو بيصلي في بيته لأمور معينة لعيلته للظروف العادية فبتصلي. فإحنا كلنا مطالبين إننا نصلي لبيوتنا ولظروفنا والبلدنا والأمور العادية اللي إحنا المحيطة بينا. But as an intercessor, then I go to the prayer power for at least 3 hours because for one section I have to be there. Oh, لكن هي كمتشفعة مش بتصلي في بيتها بس، لكن بتطلع برا وبيروحوا هنا بيجتمعوا في مركز الصلاة وبيقعدوا 3-4 ساعات تقريبا. الشيفت بتاعهم هو مش شغل يعني، بس الوقت اللي بيقضوه 3 ساعات بيصلوا هنا في المكان. Yeah, we are encouraged to take half an hour to 45 minutes to worship first. بيبتدوا بأن هم بيعبدوا الله، بيصلوا، بيرتلوا. And then confess, and then try to ask God what he is going to what does he want us yes. to pray for. Yes. وبعدين يبتدوا يقعدوا قدام الرب ويقولوا له انت عايزنا النهارده تصلي لإيه. يعني الصلاة التشفعية الله بيحط صلاة على ليهم في قلوبهم بأمور هم الرب بس اللي شايفها في العالم، وبيطالب شعبه أنه لا يسكت ولا يدعوه يسكت من أجل الأمر. And then we have to read one chapter of the Bible. وبيقروا أصحاح من الكتاب المقدس. And then you pray it. Yeah, and then use the verses to pray for the nations. والرب بيخليهم يصلوا لأمم وشعوب. Usually pray for Middle East. وبيصلوا للشرق الأوسط. Yes, Egypt, Iraq, Syria. Syria. Yeah, Turkey. And Turkey, Jordan. Yeah, many Middle East countries. وبيصلوا لبلادنا في الشرق الأوسط، بيصلوا لمصر، وبيصلوا للعراق، وبيصلوا لسوريا، وبيصلوا لإيران وبلاد تانية في المنطقة. Praise the Lord. Yeah, and then as Chinese, and then we will pray for China. وعشان هي صينية بيصلوا للصين. And then I live in Hong Kong, so I will pray for this city and the churches around here. وعشان هي عايشة في هونغ كونغ بيصلوا لهونغ كونغ وبيصلوا للكنائس الموجودة في المنطقة. I know that you had experience about Syria and Egypt when you prayed for Syria and Egypt. The war stopped. Yeah. لما كانوا بيصلوا لسوريا الحرب وقفت. Yeah. Tell me about this. I remember that our group also pray for the war to stop. Then U.S. then you know happens. Obama didn't attack Syria. Oh, praise the Lord. لما سمعوا إن أمريكا هتيجي على سوريا وتحاربها ابتدوا يصلوا ويتشفعوا أمام الرب، وبعد الصلاة شافوا إن أوباما رجع في كلامه. ونشكر ربنا إن الحرب في سوريا ما قامتش. And you also prayed for Egypt, for the Muslim Brotherhood to stop and to be out. Yes, not to kill the Christians. Not to kill the Christians. Yes. And also the moderate Muslim and the good Muslims. Yes.
they were praying also for the وقت الحرب بتاعتنا في مصر مع الإخوان المسلمين كانوا جزء من المعجزة اللي حصلت إن الحكم بتاعهم انتهى لأنهم كانوا بيصلوا إن المسلم براذرهود ما يقتلوش المسيحيين وما يضغطوش على المسلمين المعتدلين ويقلبوا البلد. Praise God. And can I say sure. so? We also pray for the peace Israel with the Muslims or something. Yes. Yes, كمان بيصلوا ان يبقى yes. في سلام في المنطقة من ناحية اسرائيل يبقى في سلام ما فيش الحروب ما فيش الكره اللي موجود في قلوب الناس ما بين البلاد دي مع بعض. Amen. 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 Thank you so much for praying and thank you for loving us without even seeing us. بشكرها انها ربنا حطنا على شعوبنا محطوطة على قلبهم من غير ما يشوفوا حد فينا ولا يعرفوا حد فينا. We're really the body of Christ. احنا فعلا جسد المسيح المتحد. Thank you so much. Thank you. Love you. May I say a few Chinese words to yes. bless them? Yes, please yes. go and bless the people in Chinese. Yes. عايزة تبارك شعوبنا باللغة بتاعتها الصينية. All day whole all day we love you we love you yeah بحبكم all day we get your way kato we will continuously pray for you وهن مش هنبطل صلاة من أجلكم جايين يو كي ويكين goodbye and we have a chance to meet مع السلامة وفي يوم من الأيام هنتقابل. Thank you so so much yeah thank bless you. You yes God bless you God bless you. Yeah. Thank you. من هنا من هونغ كونغ من مركز الصلاة برج الصلاة اللي موجود في هونغ كونغ اللي رفعنا ورفع بلدنا ورفع خدماتنا ورفع طلبات الصلاة بتاعتكم اللي بتيجي للبرنامج بقول لكم احنا مرفوعين والله عينه علينا وبيسخر ناس علشان تصلي من أجلنا. أحبائي الخوف لازم يبعد عننا لأننا ممسوكين وفي حضنه وبيسخر ناس تتشفع علينا. قولوا معايا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. هختار إيه؟ إن أصلي وتشفع وما بطلش وهو هيغير زي ما شفنا بيغير حروب وبيغير شعوب وبيغيرنا إحنا كمان. إلى اللقاء في حركة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان عاملة بيديها تشتغل بإتقان آنسة هي كانت أو جدة أحفاد امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان.